من الاستدراكات التي أود أن أستدركها على تفصيل التنكير الثاني، أن سالما الطويل من ضمن الآيات التي اعترض عليها على الاستدلال بها قول الله تبارك وتعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وحاول أن يحصر كما في الفجار وفي غيره وفي الآيات التي قبلها، أراد أن يحصر الفسوق هنا في الشرك، الفسوق الأكبر المخرج من الملة. والفسوق وضعا هو الخروج عن الطاعة، الفسوق أصلا هو الخروج عن الطاعة، فسق خرج عن الطاعة، هذا هو المعنى، معنى الفسوق. لكنه أراد أن يعضل تفسيره هذا بقوله تبارك وتعالى في ذيل الآية: وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال: فدل ذلك على أن الفسوق هنا فسوق شرك، لأنه لا يكذب بالنار إلا مشرك، وهذا غير صحيح. لأننا كما قلنا بأن التكفير تكفير ينقسم إلى أكبر وأصغر، ونفاق أكبر وأصغر، الفسوق كذلك أكبر وأصغر، كذلك التكذيب أكبر وأصغر. فهذا تكذيب أصغر، التكذيب العملي. ودليل التكذيب العملي قول الله تبارك وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا تكذيب عملي، تكذيب عملي. وربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يقرنون الإيمان باليوم الآخر بعض الأعمال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا في سياق الأوامر والنواهي، في سياق أي أن من لم يعمل بهذه الأمور فإنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، إلى غيره من الأحاديث. هذا ليدل على أن التكذيب منه ما هو عقدي ومنه ما هو عملي، فيجوز أن يكون وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون بأفعالكم وأعمالكم، ويجوز أن يكون وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون هو من باب التوبيخ كما قاله ابن كثير وقاله الشوكاني أيضا. ابن كثير يقول في تفسيره، يقول: أما الذين فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاها وهي الصالحات فلهم جنات المأوى أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية نزلا أي ضيافة وكرما بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة، وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الفضيل بن عياض: والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنت به تكذبون، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. والله جل وعلا قال: أما الذين فسقوا، ولم يقل وأما الذين فسقوا وجحدوا. لماذا؟ لأن الفسوق إما أن يكون عقدي وإما أن يكون عملي، فجمع للمؤمنين الأمرين: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العقيدة والعمل. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اعتقدوا ثم عملوا، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا، فسقوا ولا يقصد بذلك أنهم جحدوا فقط، فالفسوق هو وصف من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، أو أنه آمن ولم يعمل، أو أنه عمل ولم يؤمن. فمن عمل ولم يؤمن فهو فاسق فسقا أكبر، أو آمن ولم يعمل فهو فاسق فسقا أصغر، وكلا الفريقين يعدون في المكذبين. وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فليعلم الطويل هذا وليفهمه، والحمد لله. فإذا كل الشبهات التي يريدها هذا حول هذه الآيات كلها تالفة باطلة عاطلة،
لا يمكن أن يلتفت إليها ولا يعول عليها، وتبقى الأدلة المؤبدة لتعذيب من عذب في النار صامدة صخرة صماء صلداء عتية على كل الشبهات وعلى كل التخرصات. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما قلنا هذا إذا لبيان أننا نقف على أرضية ثابتة والحمد لله راسخة، وعندنا الأدلة المنيعة الناصعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا ممن يؤثر فيهم طنين الذباب، ولسنا ممن يتأثر بأمثال ترهات وهرطقات سالم الطويل الذي ينثر جهلا كما قلت ويطفح وينضح ضلالا. وإنما قلنا هذا لأجل تأليف قلوب الأمة وبيان أننا نقف على أدلة ثابتة توجب على الغير احترامها واحترامنا، وأن لا يتجاسر بمثل ما اجترأ به هذا الطويل ويقذف على طلابه هذه ويتشدق بهذه الجهالات التي لا يستطيع لا هو ولا من كان أربى منه أن يقف أمامها وأن يجبهها بكلامه التالف الذاوي.